واصلت مديرية الصحة بالدمياط جهودها لتنفيذ القوافل الطبية الشاملة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرى المحافظة. تتضمن القافلة عيادات متنقلة بمختلف التخصصات الطبية لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق. وتم تنظيم القافلة في قرية جمصة غرب، وتردد عليها 1330 مواطنا. تم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان، كما تم تحويل 19 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات. القافلة الطبية بتقدم خدماتها من ضمن مبادرة 100 يوم صحة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. المبادرة بتستهدف تكثيف الخدمات العلاجية اللي بتتقدم للمواطنين، بالإضافة لخدمات المبادرات الرئاسية اللي من ضمنها الكشف المبكر عن الضغط والسكر، الصحة الإنجابية، صحة المرأة والسمعيات، كل ده بيتقدم للمريض بشكل مجاني. قافلة جاية عشان تساعد الناس هنا في القرية، وبتقدم خدمات كتيره فيها جميع التخصصات. فطبعا احنا هنا دورنا في حياه كريمه ان احنا بنوجه الناس وبنعرفهم دور حياه كريمه ايه. قطعت التذكره وكشفت رمد وكشفت بطني وخدت العلاج مجانا. جميله جدا، فيها خدمات كتير. يعني انا مثلا جيت كشفت كله بالمجان والعلاج بالمجان، جيت كشفت اسنان ورمد كل حاجه. مبادره جميله جدا.